لما ادخل مطعم صيني وانا على الله حكايتي تبقى دي النتيجه. كملوا الفيديو للاخر. ده فرايد نودلز. رحت مكان قبل كده كانوا دول ربطينهم ببعض كده، عايزين حد من الصينيين يبقى علمنا القصه دي. نفسي اعرف اللي اخترع العصيان دي في الصين كان ايه هدفه. بص بقى بياكل البرين بقى ما شاء الله، بياكل بالعصايه اكنها المعلقه. عايزك تعلمني العصايه دي. علمني اهو، علمني. اه بص مسكها ازاي ما شاء الله عليك. مسكها ما مش عارف، انا ما عرفش امسكها خالص. ما كنتش متخيل ان ممكن الاقي مطعم صيني موجود بالشياكة والجمال ده. والمطعم اسمه مسلم اسيا وعنوانه ما يتوهش خالص، موجود في مدينة نصر في شارع مصطفى النحاس قدام كنتاكي على طول. والمطعم ده اكتشاف بالمعنى الحرفي للكلمة، لانه بيقدم كل الوجبات الاسيوية مش بس المطبخ الصيني، وكمان بيقدم الفرايد تشيكن اللي احنا كلنا بنحبها وولادنا كمان بيحبوها، وبيقدم اكلات في منتهى الجمال والشياكة. انت هتخش جوه وتسيب نفسك خالص وما تشيلوش هم الاسعار خالص، لان الاسعار مقابل الجودة اللي بيقدموها حاجة هايلة جدا. ولما دخلت المطعم لفت نظر الشاب الجميل ده اسمه فارس، واصريت ان هو اللي يختار لي الطبق اللي اكله عندهم. فارس من ذوي الهمم بس شاب بيدخل قلبك على طول. ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ تمام والله. انا اول مرة ادخل مطعم صيني. ده. طب انا عايز اقول لك على حاجة. اتفضل يا باشا. انا اكل ايه من هنا؟ والله انت هتقول لي. اه الرز والعيش. ماشي. كفته. حلو. ماشي. وتاني الاكل دي. ماشي. مكرونه طبعا دي الاكل دي. ايوه. دي لحمه. ماشي. ماشي. ودي برده فراخ ودي برده بطاطس. انت ترشح لي ايه بقى اكله؟ انا شاطر الاكل، انا شغال هنا طبعا الاكل دي حلو. ماشي. الاكل دي شايف الاكل دي؟ اه. ده اكل بقى طبعا العماره حلوه. الاكل دي طبعا الرز حلو والفراخ اهي اهي برده بالفراخ. ناكل بالفراخ؟ اه. حلو ناكل دي. اه. ماشي. اه دي عشان خاطرك انت حبيبي، ندوق نشوف الاخبار ايه. هو والله العظيم اول مطعم ده انا مبسوط قوي. انت مبسوط عشان انت محترم؟ عشان انا شغال في المطعم هنا. بص انا مش هشتغل في المحل التاني ما شاء الله، عمري مش هشتغل في المحل التاني ولا مطعم عوده ولا اشتغل اي كنتاكي ولا اي حاجه تانيه. واللي يروح عند مطعم مسلم اسيا لازم يسال على فارس ويتصور معاه. سلام. اسمه ايه ده؟ ده فرايد نودلز. فرايد نودلز. اه. والعصيان اللي انا طبعا هبقى شكلي هتعامل معهم معامله تانية غير ان انا اكل بيهم. ده مكوناته ايه؟ تعال استنى بص. ايوه قول لي مكوناته ايه. مكوناته بيبقى نودلز زي خضار مشكل وصوصات صيني وبهارات صيني، وعليه يا اما فراخ يا اما لحمه على حسب رغبه الشيف. ده عليه ايه؟ ده فراخ. عاجبني فيه بقى جدا ان فيه خضروات، وانا بعشق الخضروات اصلا. بس دي بقى كان فيه، رحت مكان قبل كده كانوا دول رابطينهم ببعض كده، بس مش عارف بقى نجرب. على فكره النودلز هنا عاملينها من اي تو زد، يعني دي مش جاهزه، هما بيعملوها هنا بالعجين وكل حاجه يدوي. ف بس بقى ايه، انا عايزين حد من الصينيين يبقى علمنا القصه دي. اللي يجي هنا يتبسط جدا على فكره، مقابله الناس والاستاف هنا في منتهى الجمال، يعني تحس ان هم اخواتك بجد. بس البتاعه دي هتغلبني، بس انا هحاول. نفسي اعرف اللي اخترع العصيان دي في الصين كان ايه هدفه. بسم الله. طبعا انا هستغنى عن دول مؤقتا لحد ما اتعلم ازاي بقى اكل بالعصيان الاكل الصيني، وناكل احنا بالشوكه والسكينه بتاعتنا، بالشوكه والسكينه ناكل بالمعلقه والشوكه. بسم الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الطعابة والحلاوة دي؟ اقسم بالله رهيب بجد، مش هتحس ان انت بتاكل اكل صيني. في سنة سموك كده جميلة قوي. دلوقتي بقى ناخد كلمتين من الراجل المسؤول عن كل حاجة في المطعم هنا، مستر حسين، خليه يكلمكم كلمتين لحد ما انا اخلص على الجريمة دي. مساء الخير على متابعين الاستاذ احمد عبد الله، اشكره لزيارته عندنا، واتمنى يا رب يكون صادق جدا في العرض بتاعه،
لان الحمد لله والله جاي لي يمكن جاي بالصدفه والحمد لله تعالى. دخل المطعم بيقول بتقدموا ايه والمال، بنقدم مأكولات صينيه، ده طبعا غير ان في بعض المأكولات الاخرى. احنا عنواننا ما يتوهش، 27 مصطفى النحاس، مدينه نصر. اي حد هيشرف من طرف الاستاذ احمد عبد الله ليه بالنسبه لي انا عندي خصم 15%. الله اكبر، بنضحي عشان الاستاذ احمد عبد الله. يلا بقى، احلى سوبر في التاريخ حبيبي، ربنا يبارك فيك. استاذ حسين بيضحي عامل 15% على اي حد هيجي من طرف القناه عندي، الراجل هيظبطه. اللي بيحب الاكل الصيني، اللي بيحب الاكل الصيني هيتبسط جدا جدا بالتجربه بتاعت المطعم ده، لان انا حاسس ان انا باكل اكل والله في البيت. الاكل ده مش معمول في مطعم ابدا. بسم الله. متميزين جدا جدا في الاطباق الصيني اللي بيقدموها بصراحه. تحيه ليهم، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.